السلام عليكم. من لبنان انت؟ من اين؟ من لبنان. طرابلس. والنعم، اهلا وسهلا. قولي يا ياسمين. الله يجزيك الخير انت وهالنعمان. امين. عندي شغل ثاني شيخنا. قولي. انا من اكثر من 15 سنه كنت متجوزه. هي نعم. اخذت ابن عمي. مبروك مبارك. هي. وجبت منه بنتين. هي. روعه ونور. شو اسمهم؟ روعه؟ ايه ونور. ونور. هي. فبسبب اهله وخيه انفصلنا. حصل الطلاق. هي زين. هلا انا اللي ما بسامحه خيه. هي. عذبني كثير وانأذيت منه كثير كثير كثير، وحاولت اني ارجع هي. انا وقتها لطليقي، وكان بسبب خيه انه ما صار انه في رجعه. زين، وين السؤال؟ السؤال انه خيه مات. وانا يعني قلبي ما قدران انه يسامحه. هي هي هي. يعني صدقا يعني استغفر الله العظيم، يعني مر علي وقت قول استغفر الله العظيم، قول اذا الله سامحه وانا ما بسامحه. اسمعي انا انجرحت. اسمعي انا ما اريد اطلع لك بالبطل الرومانسي واقول لك سامحي وما تسامحي والعافينا عن الناس، ما اريد، لكن بقول لك حاجه. مسألة العفو تحتاج قدرة. اسمعي، مسألة العفو عن الناس تحتاج قدرة وعزيمة ونسيان، وليعفو وليصفحوا. عفو وصفح، أنسى وما أعاقب. علمتي؟ بعض الناس يقول ما أريد أسامحه، طبيعة بشرية. بسألك سؤال، من قتل حمزة رضي الله تعالى عنه؟ ما بعرف. أنا يا حبيبي، من قتل حمزة يا نعمان؟ ها؟ شو السؤال؟ من قتل حمزة جنبي؟ تخلك في الكرين. علاء، من قتل حمزة رضي الله تعالى عنه؟ علمني يا شيخ. لا دقيقة، احنا بنسأل المصورين. رجا، ها؟ حمزة رضي بن عبد المطلب، من قتله؟ وحشي. صح؟ أنت الحين عرفت؟ عرفت بس هذا وحشي. النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبي غصة، كيف أنت يا وحشي تقتل حمزة؟ وحشي رضي الله تعالى عنه أسلم بعد قتله لحمزة، صح؟ اتفقنا؟ اتفقنا؟ زين. تمام. الأصل الإسلام يجب ما قبله، صح؟ تمام. يعني لو حمزة، لو وحشي قتل حمزة تاب، كان كافر وتاب، الله يتوب عليه ولا لا؟ بلى أكيد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لي وحشي اغرب عن وجهي، لا تريني وجهك، طبيعة بشرية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعامل معه كنبي، تعامل معه كطبيعة بشرية، قال له اغرب عن وجهي، ما سامحه كطبيعة، قال اغرب عن وجهي. الله تاب عليك، اوكي، بس هذا انت قتلت حمزة، فكان يقول له اغرب عن وجهي. علمتي؟ فمسألة الصفح تحتاج قوة وعزيمة. حتى يعقوب عليه السلام مع عياله، بالرغم انا لما مات، والله اسمع، يعقوب عليه السلام مع ابنائه ماذا قال؟ سوف استغفر لكم ربي. سوف، الاصل ماذا ان يقول؟ ساستغفر. في لغه العرب عندنا سوف، اذا اردت الاستعجال اسقط الواو والفاء. وش يظل الحرف؟ اي حرف؟ انت مو مركزه معي. معك. سوف في لغة العرب إذا أردت الاستعجال أسقط الواو والفاء، وأي حرف يبقى؟ السين. يعني لما أنا أقول سوف أقتلك أريد أستعجل، ماذا أقول؟ سأقتلك. ها؟ سأقتلك. إذا أردت مثلا أقول سوف أطعمك، إذا أريد أستعجل ماذا أقول؟ سأطعمك. ها؟ سوف أوظفك، إذا أريد أستعجل ماذا أقول؟ سأوظفك مباشرة. فالعرب تسقط الواو والفاء، فيعقوب عليه السلام ما أسقطها، قال سوف أستغفر لكم ربي، والأصل أن يقول، وش يقول يا نعمان؟
سأستغفر لكم ربي. لماذا لم يسقطه؟ قالوا في قلبه ما زال على أبنائه يريد أن يصفى وهم عياله. فلا أحد يطالبك بالاستعجال لتغفري للظالم وإن مات، ما أحد يطالبك، لأن الله يعذر النفس البشرية. الشيء الثاني، في عندنا أناس أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يموتون وهم لا يغفرون لمن ظلمهم، لكن ربما الظالم يتوب، صح؟ ربما مثلا القاتل يتوب. الحين القاتل له توبة؟ لا، يجوز عليه التوبة، يتوب. مثلا أنا قتلت نعمان، يوم زعلت من نعمان ومسكت، بعيد الشر طبعا، مستحيل أقتل نعمان، كبير كبير أنا أخرب سيارته. مثلا قتلت نعمان، أوكي، أنا بعد مقتل نعمان تبت خلاص، وحج وما حج أنا تحت مشيئة الله. يوم القيامة من يطالب بحق نعمان؟ من؟ نعمان نفسه. قل يا رب خذ حقي من هذا، سله لما قتلني، مجرم هذا ليش قتلني؟ فالله عز وجل يعلم أني تبت. شوف نعمان ما غفر الذنب حتى يوم القيامة، يريد حقه، يريد حسنات. الله عز وجل يقول ترى هذا القصر، ترى هذا البيت. يقول نعمان لأي نبي، لأي شهيد؟ قال هو لك إن عفوت عن أخيك. الله يتكفل يوم القيامة. ففي ناس بتموت من المظلومين ما غفروا للظالمين حقهم، لكن في المقابل الله يقول لك فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنت بالخيار. شوفي، لا أحد يقول لك سامحي وحرام، ولا أحد يقول لك لا ما تسامحي. أنت طبيعة بشرية، أنت شو تشوفين نفسك سويه. علمتي؟ إما أن تختاري الأجر عند الله، وإما تقول لا أنا أريد حقي يوم القيامة. أنت بالخيار. بس اعلمي بقول لك شيء، من يسقط حقه يعظم أجره يوم القيامة، لأنه يراهن على الله. بمعنى أنا أسقط حقي عن نعمان لأني أنا أعلم الله أجره، كان أجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأنا أراهن على أمر غيبي فيعظم أجري. علمتي؟ فأنت بالخيار. ونعم بالله، الله يجزيك. آمين. طول لي. هلا أنا بعد طلاقي، وطبعا هني أخذوا البنات مني وراحوا على الأردن، وصلي أنا أكثر من 10 سنين ماني شايفهم للبنات. أنت سورية ولا لبنانية؟ أنا لبنانية بس متزوجة أردني. لا، سورية متزوجة لبناني. زين، أوكي، فهو راح الأردن. إيه، فالتهيت بشغلي، حاولت إني أشتغل بصالون نسائي والتهيت بشغلي. زين. وعطول صلي والحمد لله وصبر حالي على بعد بناتي، والحمد لله يعني كان عطول عندي أمل إنه رب العالمين بده يفرج علي يوم من الأيام. نعم. ضليت مطلقة 10 سنين. زين. من شهرين اتزوجت، والله عوضني بإذن الحلال. نعم. وبدي إياك تدعي لي إنه التقي أنا وبناتي. أنا على فترة مرت فترة من فترات إنه فترة بسيطة أني فقدت الأمل إني شوف بناتي، فقلت إن شاء الله موت لحتى طالبهم بالآخرة، لحتى شوفهم. إن شاء الله بتشوفيهم أختي. على فكرة أنا بقول شيء، وهذه اسمعها يا نعمان، اسمعوا يا شباب، واسمعها كل شباب الإمارات وشباب الوطن العربي. لو وقع الطلاق بينك وبين زوجتك، لا تحمل هم العيال. من يحرم الثاني؟ ها؟ من يحرم الآخر؟ خصوصا الحريم، أنا بحرم من عياله، أو الزوج أنا بحرمها من عيالها. ما تحرم. إذا عيالك مثلا الزوجة أخذتهم حرمتك منهم، أو العكس، إذا عيالك تربوا تربية صحيحة رجعوا لك، صح نعمان؟ إذا تربوا تربية صحيحة على طاعة الله رجعوا لك. ولو عيالك تربوا عندك بكنفك وتربوا خطأ، ابتعدوا عنك. فالعبرة ليس بقرب البعد، العبرة بتربيتهم. الله يوفقك. أنا عندي أمل. نعم. أنا عندي أمل إني أشوفك. إن شاء الله بتشوفيهم، إن شاء الله بتشوفيهم أختي. الله يجزيك الخير ويطول بعمرك، مرحبا، ويسلم هديات، والله يطول بعمرك يا رب. الله يسعدك أختي.